إسرائيل عم تكمل الإبادة الجماعية بغزة بحملة قمع ضد الصحفيين والمصورين يلي مكفيين شغلهم بتغطية المجازر والعدوان. آخر هرطقات الاحتلال طلب حكومة نتنياهو اتخاذ إجراءات ضد مصورين بغزة اعتبرهم شركاء لحماس. أما الوزير بحكومة الطوارئ بيني غانتس فدعي للتعامل مع صحفيين بغزة مثل ما بيتم التعامل مع مقاومي حماس، يعني صنف الصحفيين إرهابيين. انطلقت الهجمة الجديدة على الصحفيين الفلسطينيين بعد حملة تحريض إدتها هونست ريبورتينج الداعمة لإسرائيل والاحتلال والصهيونية. نشرت هيدي المنصة أسامي 6 مصورين من غزة متعاونين مع الاي بي ورويترز، وسألت عن تواجدهم للتغطية الصحفية على حدود غزة وغلافها ب27 الأول، واعتبرتهم جزء من فصائل المقاومة. Who are those journalists? Were they involved in the attack? هيدا التحريض هو استكمال لحملات القمع والترهيب يلي تعرض له صحفيين وصحفيات بالضفة والداخل المحتل. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם עומדים דברים טובים ואתם וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? وكمان عم يحاول الاحتلال يستغل نظام الطوارئ يلي فرضه لأقفال مكاتب صحفية وقنوات من بين قناة الجزيرة. مشكلة الاحتلال مع الصحفيين والمصورين هي قدرتهم على فضح جرائمه وفشله، وكرمال هيك صار قاتل ب 34 يوم من العدوان 51 صحافي وصحفية من بينهم المصور اللبناني عصام عبدالله.